أهلا بكم من جديد. تقيم وزارة التربية والتعليم دورات للمعلمين والمعلمات الجدد الذين يتم تعيينهم للتدريس في مدارس الوزارة، ونحن بدورنا كنا في أحد أيام التدريب لنتعرف أكثر على ما يعطى وما يدرس. نتابع. ندرب عليه زملائي هو عن استراتيجيات التدريس. استراتيجيات التدريس طبعا على محورين، منها نظري تهيئة المعلمين وثم تطبيق عملي، واليوم إن شاء الله إحنا في صدد نحكي عن استراتيجيات التدريس المباشر والتدريس التعاوني. ما شاء الله معي نخبة من المعلمين، يعني بصراحة يعني محظوظة وزارة التربية والتعليم بهذه النخبة الرائعة من المعلمين متعاونين، أداء رائع، تميز في الطرح. رح نكتمل معهم برضو بعد أخلص أنا في برضو زملاء ثانيين بيكملوا بموضوعات أخرى بتخصص أو بمحور البيداغوجيا، يعني هو أساليب تدريس بشكل عام، وثم بيجي بعد البيداغوجيا أو التدريس العام بيجي مرحلة أخرى، محور آخر هو التخصصية. كثير استراتيجيات برضو تعلمناها بهذا الموضوع. المهم تهيئة الطالب، تهيئة الغرفة الصفية، فعليا أول شيء نهتم بنظافة الغرفة الصفية، نهتم بالجو البيئي، ترتيب المقاعد، ترتيب يعني نفس الطلب انك ترتبهم بشكل منظم. يعني هاي نظرية من ضمن المصطلحات ممكن نعتبرها الشبابيك المكسورة، يعني نظرية النوافذ المكسورة أو شيء. بعدين كثير في استراتيجيات، أول شيء تقيم الأداء، تقييم الأداء علشان تقدر تتعامل مع الطلاب بشكل متساوي يعني في الخطط هاي. كمان يعني كل الدورة بتبعد عن العنف، بتبعد عن الضرب الطالب، وبتستخدم أساليب تربوية حديثة، يعني اللي هي الاقتراب من الطالب، تعرف أن طبيعة الذكاء تبعه، يعني زي ما إذا ما هو واضح هون في أنواع ذكاء، في ممكن الطالب يكون حركي، ممكن يكون بصري، ممكن يكون رياضي، ممكن يكون سمعي. بدك تتعامل مع الطلاب على بناء على كل المستويات هاي، بدك تستخدم هاي المستويات، مستويات الذكاء المتعدد، علشان تتعامل فيها مع جميع الطلبة. وزارة التربية بناء على الاحتياجات اللي بيجدوها من الميدان، سواء من مدراء مدارس، مشرفين ميدان تربوي، معلمين، هذه الاحتياجات توضع على طاولة النقاش بينهم، وبحطوا النقاط الأساسية اللي لازم المعلم يتعرف عليها قبل دخول الحصة الصفية، وتستمر أيضا الدورة حتى بعد ما يدخل الحصة الصفية، وتحضر حصص أو يقوموا المشرفين بحضور حصص حتى يعالجوا المشاكل اللي قد يواجهها المعلم أثناء الحصة الصفية. فهي الدورات ضرورية جدا للمعلم لتهيئته لدخول الغرفة الصفية. للحديث أكثر عن هذه الدورات تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة ختام عبابنة، مديرة إدارة الإشراف وتدريب وزارة التربية والتعليم. دكتورة صباح الخير وأهلا بك في أخبار السابعة. صباح النور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالبداية نتحدث عن هذه الدورات، هل هذه الدورات جديدة أم تعملون عليها منذ فترة في وزارة التربية والتعليم؟ بداية أتقدم بالشكر منكم قناة رؤيا ومن الأخ الأستاذ معاذ على هذا اللقاء وإتاحة الفرصة لي لكي أقدم نبذة عن الجهود التي تبذل من قبل وزارة التربية والتعليم في إطار تطوير التعليم. أما بالنسبة للسؤال هل الدورات جديدة أم نعمل عليها من زمن، أولا أخي معاذ، عملية التنمية المهنية للمعلمين وبناء قدراتهم عملية مستمرة ومتجددة، حيث هناك حزمة من البرامج التدريبية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم. على سبيل المثال للحصر دورة المعلمين الجدد، دورة شبكات العلوم، رياضيات اللغة العربية واللغة الإنجليزية، برنامج القيادة التعليمية، والفئة المستهدفة لهذا البرنامج هم الإداريين ورؤساء الأقسام، لأننا نؤمن أن بناء القدرات يجب أن يكون بالتوازي بين الإداري والمعلم، برامج قدرات توظيف التكنولوجيا والتعليم وغيرها من الدورات. نعم، طيب لنتحدث أكثر عن محتوى هذه الدورات. هذه الدورات تم إعداد معايير للمعلم الأردني، هذه المعايير تبنى عليها برامج التنمية المهنية، ومنها هذا البرنامج، برنامج المعلمين الجدد. نتكلم عن المجالات، أول مجال التربية والتعليم في الأردن، المجال الثاني الفلسفة الشخصية وأخلاقيات المهنة، ثم
التعلم والتعليم. وعندنا ما نتكلم عن التعلم والتعليم نقصد التخطيط بأشكال الخطط الفصلية، تحليل المحتوى، التخطيط اليومي، تنفيذ التعليم، التقويم، الاتصال والتواصل، بيئة التعلم، التنمية المهنية المستدامة، وأيضا الاختبارات التشخيصية. نعم، طيب دكتورة، كم عدد المعلمين الذين استفادوا من هذه الدورات منذ بدايتها وحتى هذه اللحظة؟ طبعا إحنا إذا بدنا نحكي عن هذا العام الدراسي شمل 3000 معلم لبرنامج المعلمين الجدد، والآن 1500 قيد التنفيذ. كما تم تنفيذ لبرنامج قيادة التعليمية ل 1500 زميل. كما يوجد الآن دورة للمشرفين الجدد بواقع 120 مشرف، وأيضا تم تنفيذ برنامج الفاقد التعليمي، وهذا كان مدمج بمعنى وجاهي وعن بعد من خلال منصة المعلمين تقريبا لأربع مواد شمل 60,000 معلم. نعم، طيب دكتورة، الحديث هنا والحديث المهم، هل هنالك تقييم لأداء المعلمين الجدد بعد انتهاء الدورة؟ وإذا كان فكيف يتم قياس نجاح الدورة وأيضا تمكن المعلم من هذه الدورة وما سيعطى في الصفوف المدرسية؟ نعم أستاذي، يوجد تقييم أداء للمتدربين والمعلمين، والتقييم يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى أثناء التدريب من خلال المشاركة الفاعلة وتنفيذ المهام العملية، ثم التقدم لاختبار نظري. المرحلة الثانية متابعة انتقال أثر التدريب داخل الغرفة الصفية، وهذا اللي بهمنا، من خلال المشرف التربوي، خلال الحصص، من خلال اطلاعه على سجلات التخطيط، وأيضا مدير المدرسة، وأيضا من خلال الدراسات التي تنفذها مديرية المتابعة والتقييم التابعة لإدارة الإشراف والتدريب. نعم، يعني دكتورة ختام، هنالك تقييم للمعلمين حتى القدامى صحيح؟ ويجري التقييم بعد كل فصل دراسي؟ التقييم نعم، من خلال المشرف التربوي ومن خلال المدير. التقييم تكويني مستمر، وفي تقييم كمان نهاية السنة الدراسية. نعم، طيب هل هنالك أيضا تدريبات للمعلمين الموجودين الآن، يعني غير المعلمين الجدد، للموجودين بعد انتهاء مرحلة التقييم، هل هنالك خطط للتدريب؟ لا شك، عندنا برامج تنمية مهنية دائمة ومستمرة حسب الحاجة، يعني حسب حاجة المعلمين وحاجة المدارس والمديريات، نقوم ببناء برامج تنمية مهنية حسب الحاجة وتبدي الفجوة حتى نبني قدرات المعلم ويكون أفضل داخل الغرفة الصفية. نعم، شكرا لك دكتورة ختام عبابنة، مديرة إدارة الإشراف والتدريب بوزارة التربية والتعليم.